والله ما تدري هل ستعيش إلى هذا الموسم. الموت يأتي فجأة، وهل سيعود لك هذا الموسم في العام القادم؟ ما ندري، هل نحن من الأحياء ومن الأموات؟ وهذه فرصة، ما تدري، ممكن هذه العشرة أيام تساوي سنوات من عمرك، يرفعك الله فيها درجات ويضاعف لك من الحسنات ما لا يكون في سنوات طويلة من عمرك، إذا صدقت مع الله وأقبلت بقلب خاشع محب مشتاق معظم لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. والله مهما اجتهدنا فالموفق حقا من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. فلذلك علينا أن ننهج، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تريد حقا التوفيق، تريد أن يفتح الله قلبك ويشرح صدرك وتشعر بلذة هذه الأيام حلاوة الطاعة فيها، عليك بسؤال الله تعالى أولا. الله هو الذي يفتح هذه المعاني الإيمانية على القلوب، وهو الذي يوفق لطاعة الله ويحبب نفسك للإيمان والطاعة. فدائما علينا أن نستعين بالله تعالى.